المخيم. كيف الوضع بالمخيم؟ كيف شو اللي صار معاكم خلال هذول الايام؟ قطعوا الكهرباء، قطعوا المي، عنا اكثر شيء الكهرباء والمي والخبز تقريبا ما فيش. وكيف كانت، كيف عشتوا هو بالشط، الاشتباكات، التفجير؟ على اعصابنا. واحكي لي كيف طلعتوا اليوم؟ أنا والوضع ايش لو انتم ماشيين بالمخيم مع التدمير والهاض، كيف اشرحي لي شو كيف الوضع؟ احنا ماشيين بخوف لانهم كانوا بالجامعه طخوا امبارح، جامع الانصار، ويطخوا علينا من حتى جوز بنتي اتصاب ركوب ببنسينة اسمه فادي الكيلاني، صوبوا ببطنه رصاصة. يعني انتوا جازفتوا بشكل شخصي ومشيتوا بدون ما تاخذوا اذن ولا شيء وطلعتوا وضحيتوا حبيبتي احنا شو اسمه، شو بيقولوا عنا شعب الجبارين، جابرنا وعشنا. ذكرك هذا الاشي باللي بصير بغزة واللي شفناه؟ وعندي ولد شهيد، ابن شهيد، واحد 11 وعم الحريري، وابن بنتي مصاب بس مش عندنا شارب. واللي ذكرك بغزة هذا الحدث اليوم؟ غزة في عمتي بغزة، أولادها أولاد أولادها الحمد لله سلامتكم. والله بجوز في ابنها استشهد الثاني بغزة. الحمد لله سلامتكم. الله يسلمك. فأنا شايفتك اليوم غادرت المخيم بعد 6 أيام من الاقتحام المتواصل. نعم والله الوضع صعب بالمخيم، وإحنا أصبحنا يعني بدون كهرباء، بدون مي، بدون اتصالات، ما فيش ولا إشي، ولا تموين ولا إشي. أصبحنا إحنا ما محصورين داخل البيوت، وفي هناك يعني اقتحامات واطلاق نار كثيف وصواريخ بتضرب علينا في المخيم، واحنا ما قدرناش نتحمل يعني بصراحه، عندنا اطفال، عندنا بنات، عندنا نساء، يعني ما قدرنا نتحمل المره. فطلع كل المخيم، ما ضلش الا حارتنا لحالها، يعني حارتنا احنا اتفقنا مع بعض اننا نطلع. يعني هذا اللي حصل وهذا اللي صار. وكيف كانت الاشتباكات، اطلاق النار وخوف؟ لا كثيف كثيف لا يحصى كثيف، يعني منها صواريخ نرجع، منها صواريخ من الطيران السماء، ما بنعرف شو اللي بيضرب وشو اللي بيتيم وشو اللي بيحط، يعني احنا في الرعب. كنتوا بوسط الحرب بنقدر نحكي؟ احنا في وسط حرب الدمج، وحرب الدمج احنا سكر علينا المنافذ في التراب على المداخل الحاره تحتها، ما قدرنا نتحرك لا نروح ولا نيجي. يعني صرنا 5 أيام تقريبا بدون إشي، بدون إشي. هذا اللي بحصل معنا. اللي بيطلعوا فيها يعني مش معقولة، الأولاد، أطفال، المرضى، على عرباء كذا إشي ماشيين بهالطريقة هاي، أقسم بالله ما مر هيك أمي بتتفرج على الشعب الفلسطيني كيف بيموت وكيف بتشرد، وهم قاعدين على كراتيهم على حبكم يعني. بس للأسف طلع ولا حدا سائل عن حدا، كيف كل واحد بيجي لحاله.